بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول الله جل وعلا: ومن يهد الله فهو المهتدي، فهو المتصرف جل وعلا في خلقه، الهادي لمن يشاء هدايته، والمضل لمن يريد إضلاله سبحانه وتعالى. فلا أحد يتصرف بالخلق سواه، والعباد كلهم مربوطون بما أراده الله جل وعلا لهم. فعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق والسداد، لعل الله أن يهديه. ثم إنه جل وعلا شرع وبين طريق الهداية لمن وفقه الله، كما بين طريق الإضلال لمن أضله الله جل وعلا. فهو المهادي لمن شاء، والمضل لمن شاء. ومن يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم ولياء من دونه. لا تجد لأحد هداية أو إضلالا دون الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الهادي لمن شاء، والمضل لمن شاء. ومن يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. لا تجد أحدا يستطيع الهداية أو الإضلال، وإنما الله جل وعلا. فعلى العبد أن يسأل ربه جل وعلا ويتضرع إليه: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية قريش، وخاصة عمه أبا طالب، حرص كل الحرص على هدايته. فأوحى الله إليه: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. هذا لا يشيء، نبهوه لا تخطى رقاب الناس. والهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام، وكلها بيد الله جل وعلا. لكن هداية الدلالة والإرشاد جعلها الله للرسل والأنبياء والعلماء والدعاة إلى الله على بصيرة،
وأما هداية التوفيق والإلهام فهي له خاصة جل وعلا. وقد جاءت الهدايتان في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كما جاءت الهداية الثانية بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لتهدي لتدل وترشد الناس إلى الصراط المستقيم، لكن التوفيق هذا ليس لك وإنما هو لله وحده. ثم توعد جل وعلا الضالين المنحرفين عن الصراط المستقيم فقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، على وجوههم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يحشر الرجل على وجهه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن القادر الذي مشاه على رجليه قادر على أن يجعله يمشي على وجهه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما، وقيل في معنى على وجوههم يعني مسرعين لا يلتفتون لا يمينا ولا شمالا، أي يسرعون في مجيئهم إلى الله جل وعلا. في قوله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله: أحدها أنه يمشيه على وجهه، وشاهد هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يحشر الكافر على وجه يوم القيامة؟ قال: إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. والثاني أن المعنى نحشرهم مسحوبين على وجوههم، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. والثالث نحشرهم مسرعين مبادرين، فعبر بقوله على وجوههم عن الإسراع، كما تقول العرب: قد مر القوم على وجوههم إذا أسرعوا، قاله ابن الأنباري. قوله تعالى: عميا وبكما وصما، في هذه المعاني قولان: أحدهما عميا لا يرون شيئا يسرهم، وبكما لا ينطقون بحجة، وصما لا يسمعون شيئا يسرهم، قاله ابن عباس. وقال في رواية: عميا عن النظر إلى ما جعل لأوليائه، وبكما عن مخاطبة الله، وصما عما مدح به أولياءه، وهذا قول الأكثرين. والثاني أن الحشر في بعض أحوال القيامة بعد الحشر الأول، قاله مقاتل: هذا يكون حين يقال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيصيرون عميا وكما صما لا يرون ولا يسمعون ولا ينطقون بذلك. وقوله تعالى: كلما خبت، قال ابن عباس: أي سكنت. قال المفسرون: وذلك أنها تأكلهم، فإذا لم تبق منهم شيئا وصاروا فحما ولم تجد شيئا تأكله سكنت، فيعادون خلقا جديدا فتعود لهم. وقال ابن قتيبة: يقال
خبت النار إذا سكن لهبها، فاللهب يسكن والجمر يحمل، وحتى قائم فإن سكن اللهب ولم يطفئ الجمر قيل خبت مجمدة خمت، قيل خبت مخمأة خيوبا، وإن قيل فإن طفئت ولم يبق لها منها شيء قيل همدت تهمد همودا، ومعنى زدناهم سعيرا نارا تشعر أن اللهب. وما بعد هذا قد سبق تفسيره، يقول رحمه الله: هذا تفسير الإمام ابن الجوزي رحمه الله المسمى زاد المسير في علم التفسير. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآيات الله وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فالآية الكريمة فيها حصر الهداية بيد الله جل وعلا، وأنه يهدي من شاء لحكمة ويضل من شاء لحكمة، فقد يهدي جل وعلا الأب ويضل الابن، وقد يضل ويهدي الابن ويضل الأب، فهو جل وعلا يهدي من يصلح للهداية ويستقيم عليها، ويضل من لا يصلح للهداية ولا يستقيم عليها، فهو جل وعلا أعلم بأحوال عباده. وإنما على العبد الصالح أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، فإن هدي فليتمسك بطريق الهداية وليجتنب طريق الضلالة والزياغ والعمى عن الحق. يقرأ. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول تعالى مخبرا عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه، وأنه لا معقب له، بأنه من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، أي يهدونهم، كما قال: قل من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقوله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وعن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذر رضي الله عنه فقال: يا بني غفار، قولوا ولا تحلفوا، فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طامعين كاسين، وفوج يمشون ويسعون. راكبون كاسون لابسون الملابس، ويأكلون ويشربون ولا يجوعون. هؤلاء خيار الناس يحشرون إلى المحشر راكبين لابسين ثيابهم كاسين عوراتهم، ويأكلون ويشربون. وهذه أعلى درجات النعمة، أن الله ينعم على عباده في ذلك اليوم. نعم. وعن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذر رضي الله عنهما فقال: يا بني غفار، قولوا ولا تحلفوا،
فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس الصادق المصدوق هو النبي صلى الله عليه وسلم هو في كلامه صادق وينقل عن ربه تبارك وتعالى فهو صادق مصدوق. حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج يعني على ثلاثة أقسام قسم كذا وقسم كذا وقسم كذا وليس الحشر واحدا نعم. فوج راكبين طاعمين كاسين وفوج يمشون ويسعون وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار وقوله عميا أي لا يبصرون وبكما يعني لا ينطقون وصما لا يسمعون وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصما عن الحق فجوا لا يقبلون الحق ولا يقولون به فيعاقبهم الله جل وعلا بأن يجعلهم في الدار الآخرة عميا وبكما وصما والأعمى هو الذي لا يبصر والأبكم هو الذي لا يتكلم والأصم هو الذي لا يسمع والعياذ بالله. وقوله عميا أي لا يبصرون وبكما يعني لا ينطقون وصما لا يسمعون وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصما عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه مأواهم أي منقلبهم ومصيرهم جهنم كلما خبت. قال ابن عباس رضي الله عنهما سكنت وقال مجاهد رحمه الله طفئت زدناهم سعيرا أي لهبا ووهجا وجمرا كما قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل قال مجاهد خبت أي طفئت هل من صفة النار أنها تنطفئ؟ لا يا أخي لا تنطفئ انطفاء كليا وإنما يطفأ اللهب اللهب هو الذي يطفأ والنار موجودة وحارة ومؤلمة. يقول ما هو الأفضل لصلاة الوتر في الحرم أم في البيت؟ صلاة الوتر في البيت أفضل وصلاة النافلة في البيت أفضل دائما. اجعلوا لبيوتكم جزءا من صلاتكم أو نصيبا فكونوا يصلي الراتبة والفريضة والنافلة في البيت أفضل ما عدا الفريضة فهي في حق الرجال أفضل في المسجد وأوجب عليه. يقول السائل رجل أراد الحج فنوى في العوالي لكنه لبس الإحرام في عرفة هل عليه شيء؟ إن كان جاهلا أو ناسيا فلا بأس عليه وإن كان لا يجهل ذلك ويعلم أنه محظور لكنه فعل ذلك تقية أو لغرض من الأغراض فلا بأس عليه حجه صحيح وعليه الفدية الفدية لاستمراره في لبس المحظور وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. يقول السائل ما تفسير قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا؟ هذا حث على من سمع الموعظة أو سمع كلام الله جل وعلا أن يأخذ به ويعض عليه بالنواجذ ولا يتساهل في شيء من ذلك.
يقول السائل: هل يجوز للأب توزيع التركة إذا ظن اختلاف الأبناء من بعده؟ يجوز له ذلك، لكنه خلاف الأولى، فترك التركة بعد الأب ليأخذها مستحقها بعد الأب أولى، فإن قام بتوزيعها على حسب الميراث فلا بأس بذلك ويجوز له هذا. يقول السائل: ما معنى قوله: من أراد أن يستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه؟ هذا لم يكن مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: على المسلم إذا أراد أن يقتدي بمسلم آخر أن يقتدي بمن قد مات على الكتاب والسنة من سلفه الصالح، ولا يقتدي بالحي وحده، فإن الحي قد يزيغ وقد يضل. يقول: ما معنى قول المؤلف: فجوزوا في محشرهم، الذي ورد في درس اليوم؟ فجوزوا بمحشرهم، جوزوا عند محشرهم بما كانوا يفعلونه في الدنيا بالنسبة للمؤمنين، كانوا يتقلبون ويتغيرون عند حال المؤمن، فجوزوا بمحشرهم على ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين في دار الدنيا في انصرافهم عن الحق وتقلبهم فيه. يقول السائل: إذا خفت من فوات تكبيرة الإحرام لصلاة الفجر، هل أصلي راتبة الفجر في المسجد أم في البيت؟ أما الراتبة، راتبة الفجر، فيجوز لك أن تصليها في البيت ويجوز أن تصليها في المسجد، يجوز هذا ويجوز هذا والحمد لله، ولا يشترط لك أن تخاف فوات تكبيرة الإحرام، بل حتى وإن كنت مبكرا فلك أن تؤخر صلاة تحية المسجد مع الراتبة، تجعل تحية المسجد مع الراتبة وتصليهما بمكان دخولك المسجد، لك هذا، ولك أن تصلي الراتبة في البيت، فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. يقول: هل الهداية هداية الله للعبد يحتاجها العبد في كل حين؟ يقول السائل: هل الهداية هداية الله للعبد يحتاجها العبد في كل حين؟ نعم، الهداية العبد محتاجها دائما وأبدا، يسأل الله الهداية، ولذا جعل الله جل وعلا سورة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة، لا تصح صلاة امرئ إلا بقراءتها، وفيها: ومنها اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا وارشدنا وذلل علينا وبين لنا الصراط المستقيم الذي نتوقاه ونسلكه حين تزيغ قلوب الظالمين. يقول السائل أو السائلة: جاري فرنسي كبير في السن ومريض، وأحيانا يسقط على كرسيه المتحرك، وزوجته كبيرة في السن أيضا لا تستطيع أخذه بغير معاونة لتضعه على الكرسي، فأحيانا تطلب المساعدة وأنا امرأة، هل يجوز لي أن أحمله معها؟ مساعدة العاجز تكون من الرجل من قبل رجل آخر،
ولا يجوز أن تساعد الرجل المرأة، فالمرأة ليست محلا للمساعدة إلا مساعدة المرأة الأخرى، فالمرأة تساعد المرأة الأخرى على سيرها وجلوسها وقعودها وتحركها، والرجل يساعد الرجل، ولا تساعده المرأة إلا المرأة تساعد زوجها إذا اكتفى بها. يقول: رجل دخل في صلاة الفريضة منفردا، ثم رأى جماعة يصلون فقطع الصلاة ودخل مع الجماعة، فهل فعله صحيح؟ لا بأس عليه، إلا أنه يحسن في باب النية أن ينقل صلاته هذه التي يصليها من الفريضة إلى النافلة، ثم النافلة يجوز له أن يقطعها، ولا يجوز للمسلم أن يقطع الفريضة إذا دخل فيها، لكن لعله يكون معذورا في هذا إذا وجد جماعة أخرى يصلون فيقطع الفريضة لأجل أن يدخل معهم إذا لم يحسن القول الأول، وهو أن يقطع ينقلها إلى نافلة ثم يقطع النافلة. يقول السائل: هل التعود على الدعاء بعد كل صلاة يعد بدعة أم لا حرج فيه؟ لا يا أخي، لا يعد بدعة، وإنما يحسن الدعاء بعد التكبيرات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتيت بالذكر الوارد ثم دعوت بما شئت فحسن، ولا يحسن أن تأتي بالدعاء بدون الذكر الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل تقبيل يد الوالد أو الشيخ جائز أم فيه تذلل لغير الله؟ لا يا أخي، بل هذا من باب الاحترام والتعظيم والتقدير للوالد والعالم وغيره، فهو جائز. يقول السائل: ما معنى هذه الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين؟ يقول صلى الله، يقول الله جل وعلا لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن: ولو أن محمدا تقول علينا قولا لم نقله وإنما نسبه إلينا لأخذنا منه باليمين، فقطعنا منه الوتين، قطعنا نياط قلبه، وأهلكناه وما نتركه يكذب علينا. يقول السائل: قطعت شجرة في الحرم وأخذت أوراقها وجعلتها شرابا أشربه للدواء، فهل يجوز قطعها؟ يقول: قطعت الشجرة في الحرم وأخذت أوراقها لعمل شراب أشربه للدواء، فهل يجوز قطعها للدواء؟ لا يا أخي، لا يجوز قطع الشجرة، وإنما ممكن أن تأخذ من ثمرها لا بأس، إما هو ثمر فيها فلا بأس، وتبقى الشجرة مثمرة جيدة سليمة. يقول السائل: كيف يصلح المرء قلبه، وما أسباب صلاح القلب وثبات القلب على الهدى؟ يقول: كيف يصلح المرء قلبه، وما أسباب صلاح القلب وثبات القلب على الهدى؟ الواجب على العبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا لطلب صلاح قلبه وعمله، لأنه إن أصلح الله قلبه صلح عمله كله، وإن أفسد الله قلبه لم يصلح عمله، فعلى العبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا في ذلك باستمرار. ولذا أمرنا جل وعلا أن نقرأ الفاتحة في كل صلاة على حسب الركعات فيها،
ثلاث ركعات أو أربع ركعات أو ركعتان أو ركعة واحدة التي هي الوتر، فلا تصح صلاة عبد حتى يقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالعبد يسأل ربه أن يثبته على الصراط المستقيم وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويجنبه طريق المغضوب عليهم والضالون. فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. المغضوب عليهم اليهود عندهم علم فلم يعملوا به، والضالون يعبدون الله على جهل وضلال. يقول السائل: رجل حلف على أنه حصل كذا وكذا أربع مرات وهو يعتقد أنه صادق فيما يقول، ثم ظهر له أنه غير صادق، فهل عليه كفارة؟ لا يا أخي، ما يجب عليه كفارة ما دام يعتقد صدق نفسه، فلا يجب عليه الكفارة. يقول: ما معنى قوله تعالى هماز مشاء بنميم؟ هذا بصفة الكافر الذي توعده الله جل وعلا بالنار، فهو هماز يهمز يسخر ويمشي بالنميمة بين المسلمين، والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.